صباح الفل والورد والياسمين على احسن ناس في الدنيا، صباحكم زي العسل ان شاء الله. بص يا جماعه، احنا طلعنا بره المحطه واقفين على اول شارع 9 اهو، شارع 9 اهو، وفي وش مننا على طول كارفور ومستشفى المصري والبنك، يعني احنا على شارع 9 على طول. ماشي، طلعنا بره شويه على ما ربنا سهل، بس نظبط المحل ونشتغل في المحل باذن الله. كل سنه طيبين احسن ناس في الدنيا. عندي كابوريا نيتشي كلها كده النهارده، بطارخ الكابوريا الوسط الحلوه دي. الكابوريا دي يا جماعه ال 2 كيلو ونص ب 200، يعني الكابوريا دي معاك ب 80 جنيه، الله اكبر عليها. عندي البولتي تبارك الله كده، بولتي بص كله نيتش، الله اكبر عليه، نيتش كله تبارك الله. 4 ب 300 يا جماعه زي ما احنا شغالين. عندي بوري كبير الله اكبر عليه كده، بوري حلو، اللي عايز نصاص، اللي عايز ثلاثات، اللي عايز 700، بوري ب 150 يا جماعه. وعندي جمبري كبير تبارك الله، الجمبري الكبير الكيلو ب 400 وال 2 كيلو ب 750. وعندي الجمبري اللي فوق الوسط، ما يعتبرش وسط، يعتبر كبير. يا جماعه الجمبري ب 330، يسوى 500 جنيه والله. في عندي كابوريا نيتش كبيره، كابوريا نيتش كبيره كده، الاثنين ب 300 يا جماعه، ال 2 كيلو ب 300. في عندي اللوط الله اكبر عليه كده، بص العين السمكيه، سمك بيلعب، سمك عايز ميه ويلعب. اللوطه يا جماعه ب 170. في عندي المكرونه السويسي وسط، كلها وسط الله اكبر عليها، ب 150. والبربونه يا جماعه زي ما احنا شغالين، كيلو ب 200 فراوله، وال 2 كيلو ب 350.